كان معانا حاليا. ايضا معانا رامي ربيع. اتفضل رامي معانا. اتفضل. زي ما انت قلت ما خدناش اللعيبه كانت مركزه وكان باين في الملعب على التركيز وباين الروح اللي كانت في الملعب لاخر دقيقه. يعني الحمد لله اللياقه كانت فارقه بتاعتنا في صالحنا، كنا واقفين على رجلينا لاخر دقيقه، فالحمد لله احنا كنا قدها والحمد لله فرحنا جمهور النادي الاهلي الحمد لله. اخر 7 دقائق من المباراه عشتهم ازاي؟ لا طبعا ده زي حلم مثلا، يعني الواحد كان بيعمل كل اللي عنده، كان فاقد الامل شويه بس النادي الاهلي علمنا ان احنا نلعب لاخر دقيقه لاخر نفس لينا والحمد لله. ده طبعا النادي الاهلي كنت محتاج جمهور النادي الاهلي النهارده في الاستاد. طبعا لو كان جمهور النادي الاهلي كنت خلص الماتش من بدري، يعني جمهور النادي الاهلي بيدي دفعه غير طبيعيه. شكرا.